حميد بن حميدة من مؤسسي المعهد الدولي لتعليم اللغة الألمانية بإفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك المساعد العام البيداغوجي والإداري للمعهد ديكا أمراض. احنا المعهد تكون في طول 3 سنوات تالي، والحمد لله معناها هناك العديد من المواد وهناك العديد من الطلبة اللي يتكونوا، وكذلك منهم اللي خرج في إطار مواصلة الدراسة سواء في اللغة أو في يواصل الدراسة بتاعه العادية أو لبحث عن عقود شغل. ثم المؤسسة تطورت هذه السنة بعد الحصول على إلى جانبها إلى مؤسسة أخرى تعمل معها في إطار إيجاد عقود عمل مباشرة للتونسيين اللي يرغبون في الذهاب إلى ألمانيا في مرحلة أولى للشغل، وكذلك نحن مستعدون لإيجاد عقود عمل في مختلف المستويات ومختلف المجالات للتونسيين في إطار التعاون الألماني التونسي. وخير دليل أنه اليوم بالذات هناك من المؤسسات التربوية المهنية تعنى بالصحة وحاضرين معنا في نادي الجيوب في مهمة في أنه يأخذوا من عنا كفاءاتنا يخدموا معهم في ألمانيا، وفي إطار التبادل هم مستعدين كذلك للاستثمار في تونس في المجال الصحي من في عديد المستويات سواء كانت مادية أو كذلك خبراتهم الألمانية هناك في تونس. دونك هذا هو تقريبا الهدف بتاعنا، والميزة بتاعنا أن نرجع للدكامة أنه نقريه احنا الطلبة بتاعنا بما فيه الكفاية في حدود 160 ساعة للمستوى الواحد تقريبين حسب رأيي أن هذا العدد من الساعات تكون للمستوى ما هوش موجود في مؤسسة أخرى عن في الدكامة. وسؤالنا لهذا لماذا هو ببساطة لأنه نحب تلامذتنا يكونوا وقت ما يمشيوا ما يلقاوش عراقيل لغوية هنالك وينجحون مباشرة في المستويات العليا الموجودة في ألمانيا. كذلك بالنسبة للكفاءات بتاعنا هم حريصين بإعطاء تقديم دروس في مستوى رفيع في برنامج تبع لبرنامج مشترك ما بيننا وما بين الجامعة الموجودة في ألمانيا تعلم اللغة الألمانية نفس البرنامج ونفس الدبلوم الذي أصبح في البداية ما كانش معترف به بالكيفية المطلوبة، لكن الحمد لله الآن الشهادة بتاعنا معترف بها لدى السلطات الخارجية في ألمانيا. ومن هنا كذلك الاتصال إلى جيت جوبس اللي هي البحث عن عقود في القريب العاجل، مش يكون عندنا عروض عديدة في مجالات عديدة وخاصة منها في المجال الصحي والتقني وكل ما يتعلق حتى في مهن صغرى بلومبوري حدادة لوتيلوري يعني حتى في مجالات صغيرة، وربي وفقنا إن شاء الله لإيجاد عقود عمل إن شاء الله في القريب العاجل في المؤسسة التعليمية.